هدفت الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر إلى تلبية متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030. قدمنا في هذه الخطة 86 مبادرة أخذت بعين الاعتبار تكامل وسائط الشحن البري والمناطق اللوجستية، على سبيل المثال مثل مسارات ومرافق الشاحنات، تنظيم أوقات حظر الشاحنات على الطريق، والشحن بالمواد الخطرة. في الحقيقة ارتكزت الخطة على عدد من الركائز، من أهم هذه الركائز اللي هي توفير حلول للشحن المبتكرة، بحيث يوجد عندنا 16 مبادرة لاستخدام تكنولوجيا لتسريع وتيرة التخليص الجمركي، وكلها تصب في تكامل إجراءات الربط بين المواني والمطارات وبين المناطق الحرة. هناك العديد من المشاريع التي تشرف عليها وزارة المواصلات والمعنية بتطوير قطاع النقل البري، على سبيل المثال هناك مشاريع تصاميم مبدئية كطريق الوكرة والوكير، طريق الوعب، وطريق الصناعية الغربي، واللي تهدف جميعها في تعزيز الربط بين المناطق الصناعية وبين المواني والمطارات ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. بالإضافة على ذلك اللي هو إعداد خطة لتطوير استراتيجية تخفيف أثر النقل البري على البيئة والصحة. كان هناك تنسيق مع أكثر من 20 جهة حكومية وشبه حكومية، ومن ضمنها وزارة التجارة والصناعة، وذلك الارتباط الوثيق اللي يجمع الخطة هذه والأنشطة اللوجستية اللي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة. علاوة على ذلك بأن الخطة الشاملة للشحن البري هي أحد مبادرات استراتيجية النقل والتخزين واللي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة.